يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته. جزء التراب شدة تصريصة من عرفة ديم قاشي من هيبو بعد مكتش كتفرق بالبيف والفتنة. خاوة خاوة خلي كل شي كبار ضربني بقاس بقني وش كان ملاشي دي دير رمس احنا ليكم ليدين ديفوم امسان قدر فيكم تيقاش دودنا من قوم يدر قصر وفلان دوشان تول دولة العجمان يشخرك بغاركة مصطفى وشان قلك مليون شاهد باقي كيتلون فلون اش كتصنى من رابر في دولة حاكم ما تطبون اكل بون اجي تعيش في الجنة نذب لحبلة مرسو والبنان بالغلة ماشي كانت فلة تربوين اش دخلك السلة خلي محلي وجمعتو كتطلو كتدلو وغلو شفاوي للقاشي احنا في القرقارات كنتسنى وسو المرجاني من هربتو كتجرو عاد في داوي دا كتقول كودي بانان هاك فري الدي ام مودني منك كفوبيا دبلاتي غتولي عندي بلو اي واحد دافين قرعة الاوزي اي الراب مغربي هارب ليكم كولا تيقا خاصكم بزاف باش وصلو ل 2004 بيت الزيري وحجي كوب كان خفت الماركي ونسمع كودي بانان واش دي زيت خليك في الرايح سلك لا المغرب يتفرقع اي بلا ما تسلك لا فلو لا تكنيك وشي فالسو تطلعت وليا ودني وليدة دامسو وليدة لافروس وابات الدوما هزي ترابو تفراسا كي كريم بنزيما جالا جات الحرب ما نعرفوك واش من ديزيت لابوليزاريو تجمع كرك معك مغربي مقود في ريو. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité ni la plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien.